والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على التليفون. يا سياده العميد اهلا بيك. يا استاذ ابراهيم مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا، ربنا يخليك كابتن عدلي، مساء الفل يا فندم. ازيك يا كابتن مرجان وقلبي معك. والله دعواتك يا كابتن عدلي. والله قلبي معاك. طيب قلبك معاه وقلبه معاك، اطلع انا من الموضوع. لا يا فندم. قول لي يا سياده العميد، بنتكلم في قضيه الجمهور، وانا شايف لك تصريح مهم انه الاهلي كاداره بيقف في صف عوده الجمهور، وانه في امل ان شاء الله ان مثل هذه الامور تتحل. ايه الصحيح؟ ايه الجديد فيها؟ طبعا هو من اول يوم يعني الناس كلها مطلعه، واحنا بنشتغل الحمد لله ما عندناش حاجه بنخبيها، يعني انت شايفين مجلس الاداره بيتحرك ازاي على هذا الملف ده تحديدا. الاداره التنفيذيه بتتحرك مع مجلس الاداره، كلنا يعني حاجه واحده وكلنا فكر واحد، احنا بنطالب بعوده جماهيرنا، وبنطالب بعوده جماهيرنا بالشكل اللي بتنظمه اللوائح وبتنظمه القوانين وبتنظمه ازاي نحافظ على سلامتنا، دي نمره واحد بالنسبه لنا. وبناء عليه احنا اتحركنا من اول يوم مجلس الاداره استلم، كانت اول مباراه في استاد القاهره لجمهور النادي الاهلي. ايوه. حصل اللي حصل، ما عندناش مشكله الحمد لله، وكل الحفلات خلصت ودخلنا بنكمل تاني. وكان في مقابلات مع السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو برده من الناس المتحمسه جدا لعودة الجماهير بصراحة، واحنا بنتكلم احنا لازم ندي كل ذي حق حق، متحمس جدا جدا لعودة الجماهير. وقعدنا أكثر من لقاء، وآخر لقاء الاجتماع اللي شمل كل الأندية والاتحادات عشان خاطر الوقوف على عودة الجماهير للدوري. تمام؟ أيوه. طيب عودة الجماهير للدوري الطلب 5000 من مشجعين الفرق تكون موجودة، النصيب الأكبر يكون للفريق المضيف أو منظم المباراة، وده العادي. أيوة. لان انت مره هيبقى انت اللي بتنظم، مره الفريق الاخر هو اللي هينظم، فده تكافؤ فرص، وفي نفس الوقت حفاظا على عدم يعني التقاء جمهور الناديين في وقت واحد في المرحله الحاليه، ودي مرحله بتتطبق في كل حته ما عندناش فيها مشكله. تمام. كان الطلب حاجات معينه، النادي الاهلي بالذات ما عندوش تفرقه بين جمهوره، ما عندوش تفرقه بين اعضاء جمعيه عموميه وجماهير، ما عندوش فئات فئويه، احنا ما بنصنفش جماهيرنا، ده مش دور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كبير جدا. فاحنا التزمنا بهذا الكلام، بناء عليه كان اخر اقتراح او اخر حاجه نهائيه اللي اتبعتت الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي اللي حضور 5000 تقسيمتهم كالاتي: 1500 لوزاره الشباب والرياضه، 500 للفريق الضيف، 3000 للفريق المنظم للمباراه. وبناء عليه احنا ابتدينا نتحرك في هذا الاتجاه. ابتدينا النهارده اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عشان يدرك مدى يعني عشق جماهيره ولوجودها في المدرجات وحجم الجماهير كتير جدا، احنا ما نقدرش النهارده نقول هركب اتوبيسات او افوج او هجيب فلان ومش هجيب فلان، الجمهور بتاعنا يزعل. حطينا معايير ثابته من بدايه من كرسي المقصوره الرئيسيه في المباريات للكراسي طبقا للمواصفات الموحده او الدرجه الاولى، وحطينا لها اسعار بحيث يبقى من حق اللي يروح المباراه اللي يشتري، وده من انا مثالي منتهى الفير اما يكون عندك قاعده عريضه من الجماهير. صحيح. اولا النادي الاهلي ادارته، واحنا اتعلمنا كده وانتم علمتونا كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم، ادارته مع عمرها ما خافت من جمهورها، لانها تقدر كويس جدا جدا مشاعر جماهيرها. الجمهور ما يبقى زعلان او غضبان من الاداره احنا بنبقى مقدرين هذا الكلام، او من اللاعبين بنبقى مقدرين هذا الكلام، لان نفس الجمهور ده اللي نام في الشارع عشان يروح يحضر المباراه هو بالزبط. نفس الجمهور اللي بيشيلك على اكتافه وبيحتفل بيك بالانتصار. بالظبط. ما بقاش انا عايز اخد الحلو منه ومش عايز الوحش ما تسمعوش، ده غلط. فالنادي الاهلي احنا ما تربناش على كده، عشان برضو الناس اللي هي بتحاول تزايد على هذا الكلام وبيقولوا اداره النادي او مجلس اداره خايف يفتح باب التتش للجمهور او خايف يفتح الصالات، هذا الكلام مرفوض تماما. النادي الاهلي حريص على سلام الجمهور اولا، النادي الاهلي حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين، لان احنا في دوله، النادي الاهلي اولا واخيرا مؤسسه وطنيه، ولن نسمح بحد يزايد على هذا الكلام. في غلط احنا اول ناس بنطلع نواجه وبنقول ده غلط، وبنعدل من نفسنا وبنعدل من مسارنا، وجماهيرنا نفسهم ابتدوا نفس الكلام، ابتدى عندهم بهذا الوعي، لا نقف في ظهر الاداره، نقف في ظهر الفرقه بدون خروج عن النص. هذه الخطوات هي اللي هترجع الجماهير، هذه الخطوات هي اللي هتلفظ التعصب، هذه الخطوات هي اللي هتخلي ولادنا يبقوا موجودين في مدرجاتهم بيشجعوا في سلام وامان. ولكن طول ما الوسط الرياضي في سباب ومحدش بيتحاسب، في خروج عن النص ومحدش بيتحاسب، في هقول لحضرتك يعني اداره النادي الاهلي هي اداره النادي لم تصمت، اداره النادي الاهلي لا طول عمره كبير، اما بيجي يتكلم لازم يتكلم في الوقت المناسب. النهارده بعد ماتش كان في تحركات حصلت على مستوى محترم جدا، نائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق، الاستاذ خالد الدندلي امين الصندوق، المهندس سيد مرتجي، كان عندهم لقاء، ودي كانت حاجه جميله يعني حاجه مشكوره
من الجهات الامنيه، واللقاء كان مثمر جدا. المفروض اللي احنا يعني هيبان ثمار هذا اللقاء، واطلعوا على كل الملفات اللي موجوده وكيفيه اداره النادي الاهلي او مجلس النادي الاهلي بيتعامل مع ملف الجمهور. والناس رحبت بهذا الكلام جدا، لان كان في سوء تفاهم من الواضح اللي في حد عايز يبقى دايما في فجوه ما بين الامن وبين اداره النادي، او فجوه ما بين اداره النادي والاتحادات. ده الكلام ده احنا قلناه وبنشوفه، يعني احنا ما عندناش في يعني انتوا على درايه وعلى وعي يا استاذ العميد بان في ناس بتعبث فعلا في هذا الملف وفي هذه العلاقه. اتمنى ان احنا نكون على درايه طبعا يا استاذ عادل، اتمنى ذلك يعني، لكن احنا على درايه كويس جدا ورصدين هذا الكلام كويس جدا. ولكن برضو انتوا اللي ربيتونا وانتوا اللي علمتونا، ما يبقاش عندنا شماعه نعلقها. احنا النهارده مش عايزين نعلق شماعه، النهارده بنتحرك كل اتجاهات. احنا عايزين نحل مشكله يا استاذ العميد. اما الامور بتزيد عن لزومها بقى لازم نبتدي نتحرك بقى، ولازم النادي الاهلي يتكلم. طب لقيتوا استجابه واستيعاب لما قدمه الاهلي من تفسيرات ومن اجراءات؟ استجابه بشكل عالي جدا، وبناء على هذه الاستجابه احنا بنتحرك برضه في نفس القصه، والمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله هنشوفها. النهارده احنا وصل لنا 50 نادي بتروجيت بصفتنا احنا النادي اللي هيبقى النادي الضيف. احنا استضفنا 500 تذكره، سعر التذكره 50 جنيه على الفور. احنا بعتنا الفلوس لنادي بتروجيت عشان المعامله تبقى بالمثل، و35 دعوه مقصوره رئيسيه لمجلس الاداره والاداره التنفيذيه، فبالتالي المعامله هتبقى بالمثل. 500 تذكره دول هنطرحهم ان شاء الله باذن الله على الاونلاين، وهنبيع لبرضه نفس قناه تحت اعضاء الجمعيه العموميه، لانهم برضه كل مش هنفرق عمرنا بين عضو جمعيه عموميه او جمهور، لان كل النادي الاهلي كيان واحد ومجموعه واحده مع بعضيها في ظهر النادي الاهلي. هو ده اللي ان شاء الله باذن الله. والله ده كلام مسؤول جدا ومطمئن، وانا شايفك متفائل بالقادم. و بنعمل الخير يا كابتن عادلي، وحضرتك عارف واستاذ ابراهيم عارف، احنا دايما بنعمل الخير، دايما بنعمل الصح. احنا ما بنخافش. اتهامات الجزافيه اللي بتتقال دي اما سكتنا عنها سكتنا عنها، لان كان في توجيهات ضبط النفس ونسكت وما نردش، ولكن في هذا الوقت احنا بنرد بالمنطق، بنرد بالمعايير المظبوطه، مش عشان حاجه، حفاظا على سلامه ولادنا. النهارده احنا بقى لنا 24 ساعه كان في مشهد كان ممكن يكون مشهد كارثي، وكان لازم في ناس تتحاسب في هذا الكلام. وانا بتكلم وده على مسؤوليتي، وكان معايا النائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق، اتحاد كره اليد وصفحات السوشيال ميديا بتنادي لاداره النادي بتمنع حضور الجماهير في صالتها، وهذا هو ده الضرب تحت الحزام يا سياده العميد. هذا الكلام غير مقبول ومرفوض تماما. تمام، واتحاد كره اليد ده عايز وقفه بصراحه، الامور زادت عن حدها قوي يعني. وبناء عليه النهارده احنا طلعنا بيان رسمي بينفي هذا الكلام، طلعنا بيان رسمي بيقول الخطاب اللي اتحاد كره اليد بعته بتاريخ 14/11 بيحدد الجمهور اللي يخش الصاله او الجمهور اللي يكون متواجد في الصاله. وفي الاخر رئيس الاتحاد بيقول لا، ده انا بعت جواب استمرار، اللي جواب كان جه من اداره النادي في 2016، ما كانتش اداره النادي عايزه الجماهير، وانا في 2018. هل هذا كلام يعقل في اداره جديده؟ يعني هل يعني هو يا اخي العجيبه الكابتن هشام نصر انا اعلمه، يعني ده مختلف قوي عن رئيس الاتحاد دلوقتي. انسان يعني انا مش قادر افهم ايه التخطيط المستمر في ضرب البطولات عنوه يا جماعه، والله ما في مصلحه اللعبه. اللي احنا بنقوله ما فيش حد هيقدر يوقع او يكون هناك في وقيعه بين الجمهور وبين ادارته. احنا بنقبل النقد، بنقبل النقد. 2016 ايه؟ ده احنا في 2018 مع مجلس جديد، في مناخ جديد ولوائح جديده وقانون جديد وكله، وخصوصا اللي هو بعت نفس الجواب سخته بتقول الاتي: الدخول لحامل البطاقات وبطاقه الاتحاد. وانا قلت له هذا الكلام. يعني ايه بطاقه الاتحاد؟ لا برضه عايز افهمها دي. يعني اللي ما عندوش بطاقه اتحاد ما يخشش؟ لا يعني حضرتك النهارده انا النادي الماتش المباراه بتقام على الصاله عندي، بسمح الدخول للمباراه لحامل كارنيه النادي وحامل كارنيه نادي الضيف وحامل كارنيه الاتحاد المصري لكره اليد. طيب طالما هو الموضوع كده، حضرتك ما تطلعش ليه كراجل اتحاد مسؤول عن هذا الكلام، واحنا كلنا هننفذ معاك هذا الكلام، تقول هذا الكلام واضح وصريح. ليه بنلعب بمشاعر الشباب الصغيره المتحمسه لنفسها ترجع المدرجات ونرجع نلوم عليهم؟ احنا ليه بنلوم على الشاب الصغير، او ليه بنلوم على الراجل اللي عايز مخطط مستمر لضرب الاهلي والوقيعه بينه وبين جماهيره؟ تمام تمام. فبعد اذن حضرتك النهارده دي برضو من ضمن الحاجات، والحمد لله اتعدت ازمه على يعني على خير الحمد لله. فاحنا بنتكلم النهارده الاتحادات اولا مسؤوله اللي هي بتنظم مباريات وبتضع لوائح وبتضع لوائح الجزاءات وبتضع شروط المباريات وشروط المسابقات، من ضمنها حضور جماهيري او من عدمه، ده مسؤوليه الاتحاد وليست الانديه.
الانديه مسؤوليتها تامين الجماهير في حاله هدوء الجماهير بالتنسيق مع الامن، فتح البيبان وتوفير المكان المناسب في حاله وجود جماهير، ده دور النادي. ودوري اكتر برضو ان انا اكون مسؤول مع الاتحاد في توفير هذا الكلام، لكن احنا كل واحد عايز يرمي من المسؤوليه. اللي بيتظلم في هذا الموضوع شبابنا واولادنا اللي بيجوا، وانا قلت له النهارده واضح وصريح مش هنسمح لحد يكون سبب في صدام جمهور النادي الاهلي مع الامن ابدا. ولا هنسمح لحد يكون سبب ان احنا يبقى عندنا خساره بالحمله، احنا ما عندناش اي مشكله، واولادنا وشبابنا متحمسين. انا برضو برجع اقول لهم تاني ما تخلوش حد يفقد، ما تدوش الفرصه لحد، ناس بتتلاكك ما تدولهاش الفرصه. هو ده المهم بالنسبه لنا، احنا عندنا دلوقتي في خساره دي حقيقه، ولكن بننظم البيت من الداخل بشكل محترم، بنقدر مشاعر الجمهور كله لان احنا برضو زعلانين، ولكن عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنتحرك. رئيس النادي بيتابع موجود بصفه مستمره رغم ظروفه الصحيه، ولكن بيتابع وان شاء الله باذن الله يوصل بالسلامه. فالامور الحمد لله، نائب رئيس النادي موجود، اعضاء مجلس الاداره بالكامل موجودين، فالحمد لله. لا، اداره النادي الاهلي بتتحرك عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي فقط لا غير. احسن كلمه سمعتها منك النهارده في كلامك المهم، ان الكل على قلبه رجل واحد، وكله مستوعب مسؤوليته، وكله ناسي نفسه في سبيل ان النادي الاهلي باذن الله يسترد المكانه التي يستحقها. وهو ده اللي احنا بنقوله دايما يا كابتن عدلي. ولو كان لو حد النهارده عايز يقول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي صامتون او الاداره صامته، مع احترامي لكل الناس، ده اخلاق النادي الاهلي، دي مبادئ النادي الاهلي، عمر ما كان النادي الاهلي بيطلع يتكلم. احنا النهارده من كتر ما بنطلع نتكلم للاسف، لان هو ده، هل هذا يعني لازم انا هسيب اشغالنا ونطلع نتكلم كل شويه في الميديا؟ دي حاجه جديده بقى. طيب النادي الاهلي الكابتن خطيب راجع الحد ان شاء الله يا استاذ العميد، يوصل بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الترتيبات بعد عدم اكتمال الجمعيه العموميه، المفترض الميزانيه بتعتمد من مجلس الاداره ولا بتحل الجهاز المركزي؟ بترسل للجهه الاداريه اللي في دورها بتحولها للجهاز المركزي المحاسبات عشان خاطر يعتمد للاعتماد. ده امر طبيعي جدا، ما عندناش فيه مشكله. اما الباقي فمجلس الاداره بيفوض في، يعني كان الاول بتقول ملاحظاتها ترجعها للمجلس يتفادى الملاحظات، وبعدين دلوقتي منها للجهاز المركزي على طول. ده منها للجهاز، لا هو من الجهه الاداريه النهارده. الجهاز حتى لو في ملاحظاتها بتبقى ملاحظات برضه الجهاز المركزي للمحاسبات، ده طبقا للائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه. يعني في الاخر لو في ملاحظات هترجع حسب اللائحه الماليه للوزاره، مش لائحه النظام الاساسي للنادي. اللائحه لا، ما احنا لائحه النظام الاساسي متمثله في لائحه الوزاره، ما فيش حد تطابقت معاها. لازم تتطابق مع اللائحه الماليه للوزاره. تمام. مجلس الاداره اللي جاي تحدد ميعاده ولا لسه؟ لا لسه ان شاء الله، بس الكابتن يرجع بالسلامه، اول ما يرجع نحدد الميعاد على طول. العميد محمد مرجان، يعني افضت واوجزت ويعني قلت لنا كل اللي احنا عايزين نفهمه. نشكرك على التواصل، وربنا معاك تاني.